أهلا بكم من جديد. ما زلنا بنتابع مع حضراتكم مستجدات ما حدث بحريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة، حيث أمر النائب العام المستشار حماد الصاوي بتشكيل فريق تحقيق كبير للتحقيق في وقعة حريق كنيسة المنيرة بإمبابة. والتطورات الأمر وتفاصيل أكتر هنعرفها من إسماعيل، من أستاذ أحمد إسماعيل الصحفي باليوم السابع. أهلا بك معنا. أهلا بحضرتك. يعني في البداية حدثنا أكتر عن تفاصيل ما حدث. تفاصيل ما حدث طبعا طبقا لروايه شهود العيان اللي هم حضروا بدايه من اندلاع الطريق، وكان لهم دور مهم جدا في محاوله انقاذ المصابين واخراج الضحايا. الحريق شاب في الادوار العليا للكنيسه اللي بتتكون من 5 طوابق، في دور رابع والخامس تحديدا. الحريق شاب من الدور الرابع. طبعا حتى الان طبعا الادله الجنوبيه بتحاول فحص ورفع البصمات لتحديد سبب الحريق وتعالوا واندلاعه. طبعا برضو هنرجع ونعتمد على روايه كود العيان اللي ذكروا الكنيسه في بدايه الحريق، واللي هم قالوا ان يعني في تكييف كان هو اللي بدايه الحريق وده نتيجه لماس كهربائي. كل الكلام دوت على عهد طبعا وجود العيان. حتى الان لم يصدر اي بيان رسمي يوضح السبب الحقيقي وراء الحريق. طيب اخبرنا اكثر عن حاله المصابين بالحريق. عدد المصابين وعدد الوفيات هو طبعا الاعداد حتى الان لم يصلنا على تحديد الارقام بالضبط قد ايه، لكن برضو من خلال وجود العيان المتواجدين ان عدد ضحايا من الاطفال كان ليهم نصيب كبير جدا، وده نتيجه لان الكنيسه ملحق بها دار حضانه. طبعا دار الحضانه في عندما استعلت النيران قام يعني باخراج الاطفال من الادوار العليا. ومع اندلاع النيران وامتدادها بكثره طبعا اشتعال النيران ارتفعت لاعلى، فده مما ادى الى حصاد طبعا عدد كبير من ضحايا من الاطفال. ومعظم الضحايا وفقا لجهود العيان اللي هم ساعدوا في اخراجهم وانزالهم ان هم نتيجه للاختناق لدخان الاسنان. معايا مع حضرتك يا فندم. طيب قولي، هل في مصابين في موقع الحريق الان؟ لا طبعا. طبعا الاجهزه الامنيه والدفاع المدني والدفاعات طبعا اتحركوا على الفور، وتم نقل جميع المصابين والبقايا الى عدد من المستشفيات في محيط المكان، يعني مستشفى العجوزه وامبابه عام للموظفين. في مستشفى كبير برضه من ضمن المستشفيات اللي تم نقل بعض المصابين اليها. طيب قول يا فندم، هل في مسؤولين حاليا في مكان الحريق؟ بالفعل انتقل مكان الحريق القيادات الامنيه كلهم وعلى سلطه وزير مدير الامن. وطبعا وقت قريب برضه من ساعات قليله انتقل السيد محافظ الجيزه بعد ما عمل جوده على المصابين في المستشفيات، برضه انتقل الى مكان الحادث وتفقد مكان الحادث الكنيسه. وطبعا امروا طبعا يعني المحافظ امر طبعا اعانات ثوريه. طبعا نزالت دلوقتي الاجهزه الامنيه متواجده في مكان الفريق مع طبعا تجهيزات امنيه وعمل كردون حوالين الكنيسه. يعني تفاصيل اكتر اكيد هنعرفها منك يا استاذ احمد. يعني انا بشكرك شكرا جزيلا على معلوماتك. شكرا جزيلا لحضرتك. خليني اقول لحضراتكم تفاصيل اخرى متعلقه بالحريق، حيث اجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع قدادس بابا تودروس، حيث قدم الرئيس تعازيه في ضحايا حادثه كنيسه ابو سيفين بامبابه. واكد الرئيس السيسي خلال الاتصال على قيام كافه مؤسسات الدوله بتقديم الدعم اللازم لاحتواء اثار هذا الحادث الاليم. وسبق وكتب الرئيس السيسي على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي: اتابع
عنكث بتطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث الأليم وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين. وأتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يعبد بها. خليني كمان أقول لحضراتكم أنه أكدت وزارة الداخلية أنه حصل يعني ماس كهربائي وراء حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة، حيث تبلغ الأجهزة الأمنية في حوالي الساعة 9 صباح اليوم الموافق 14 الجاري حدوث حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة. على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين والمتوفيين ونقلهم للمستشفيات، كما أسفر الحريق عن إصابة ضابطين وثلاث أفراد من قوات الحماية المدنية. أسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية إن الحريق نشب بتكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة واللي بيضم عدد من قاعات دروس نتيجة خلل كهربائي، وأدى ذلك لانبعاثات يعني دخان كثيرة كانت السبب الرئيسي في حالات الإصابات والوفيات، وبيجرى حاليا أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. دي كانت تغطيتنا مع حضراتكم، أكيد هنتابع مع حضراتكم كل تفاصيل هذا الأمر. بشكركم على طيب المتابعة وانتظرونا في تغطيات مختلفة على مدار اليوم. إلى اللقاء.